بعد كل محنة منحة وبعد كل ابتلاء ارتقاء، انهض كأنك لم تقع وانفض غبارك كأن شيئا لم يعلق بك، توكل على من لا يخيب به الرجاء. صباح التوكل على الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج صباح كربلاء. في حلقتنا لهذا اليوم فقرات متنوعة وبرفقة الزميلة العزيزة إسراء. صباح الخير والعافية إسراء. صباح الخير وصباح العافية ليلى. إن شاء الله تكونين بخير يا رب. يا ربي للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، حبيب قلوبنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. ستمضي سقام أثقلتك وترحل، وتشرق بالبشرى صباح ويقبل، ويأتيك من فيض الكريم وفضله كثير، ورب العرش يعطي فيجزل. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية مشاهدين الكرام، بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة. نأمل ونتمنى أن يكون هذا الأسبوع أسبوع ملؤه الإيمان والتوكل على رب العباد والنجاح يا ربي لأولادنا جميعا. صباح يشرق بالأمل والتفاؤل، وصباح كربلاء يأتيكم من بين حدائق مجموعة قنوات كربلاء، أما وقت عرضه فيأتيكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 صباحا وعلى الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بكل من يتابع صباح كربلاء. فقرات عديدة ومتنوعة، نأمل أن تنال بالمتعة والفائدة لكم. طبعا أكيد كما عودناكم في بداية كل حلقة نستعرض وإياكم فقراتنا حتى يتسنى للجميع مشاهدة الحلقة. ابقوا معنا مع استعراض سريع لأهم فقرات حلقة هذا اليوم. في مثل هذا اليوم يصادف يوم حقوق الإنسان، نسلط الضوء على هذا اليوم في فقرة ذاكرة الأيام. والاهتمام بالصحة من أولويات الأشخاص، نتحدث اليوم عن التغذية السليمة بعد سن 40 في فقرة نقاش صحي. أما قناة كربلاء الفضائية تدخل الطاقة الشمسية كمصدر طاقة بديل لها، نتابع ذلك في تقرير. وأخيرا لا تنسوا المشاركة في سؤال التفاعل لهذا اليوم، والذي يقول: كيف تمنع أطفالك من نقل الكلام ونشر الخصوصية في المنزل؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم والمزيد إن شاء الله، لكن بداية دعونا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونذهب بأسماعنا وأبصارنا إلى الحرم الحسيني المطهر لنستمع إلى الزيارة الميمونة لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. دعونا نتوجه إلى سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين ثم لنا عودة. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيارتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا ويغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله
وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي، وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين، هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين. التحية والسلام لكم مشاهدين الكرام، وبعد هذه العودة المباركة من العتبة الحسينية المطهرة، نسأل الله تعالى بحق محمد وآل محمد أن يقضي حوائجنا وحوائجكم، إنه سميع مجيب. يحكى إن أبا كان يستعد لحفل زفاف ولده، طبعا هذا الولد عزيز عليه جدا، بعد 20 سنة الله سبحانه وتعالى رزق بهذا الولد، كل الجيران يعرفون مدى معزة هذا الولد على قلب والدي. في هذا اليوم، يعني هو يوم العرس ويوم الوليمة للعرس ويوم زفافه، دعا كل الجيران المقربين. بس لاحظ هذا الأب فشي غريب، لاحظ أن جار الملاصق إلى بيته لم يحضر العرس، طبعا اندهش وأصاب الحزن. بعدين أجا ابنه الصغير فقط، أكل شيء قليل من الوليمة وذهب مسرع. الأب جدا ضاج، يعني في قرارة نفسه، قال لم يحضر الأب ولم يحضر الابن الكبير، فقط الابن الصغير وأكل شيء قليل جدا وذهب. خلصوا الوليمة وبدأوا يستعدون حتى يجيبون العروسة. الابن الصغير إجا للجار قال عمو إذا تريد هاي سيارتي موجودة حتى أنا أشارك وياكم. فالأب بلهجة شوية متعجرفة قال شكرا كل شيء مريد منكم، خلاص مراسيم الزفاف خلصت. لكن الجار لاحظ فشي غريب بيد جاره، سكت راد يسأل، بعدين ذكر الموقف مال جاره وما حضر إلى الوليمة، ما دار بال، خلصوا مراسيم الزفاف كل من رجع لبيته. من رجعوا لبيته هنا الصدمة الكبرى، وإذا بجنازة تخرج من بيت الجار. رأسا الجار ذهب إلى جيرانه وسأل من المتوفي، شنو القصة؟ قال له اليوم الظهر وإنت تستعد لحفل زفاف ابنك
يعني أبوهم تخربط وأثناء مرضه الشديد وعرفوا راح يموت، قالهم إذا متت أريد موتي يصير بكل هدوء وما تنقلون جنازتي إلا ما بعد جيراني خلص مراسيم ابنه العزيز على قلبه جدا والله رزق لي إياه بعد 20 سنة. وفعلا عندما انتهت مراسيم الزفاف الجيران بكل هدوء خرجوا الجنازة من بيتهم حتى ما يتعكر فرح جيرانهم. طبعا بهاي الأثناء صارت الصدمة على الجار كبيرة جدا وقال لهم والله هذه الرجولة لو كنت أنا ما فعلتها، الرجولة لها أهلها ولا يفعلها إلا الرجال. مغزى القصة مشاهدين الكرام من أشد الظلم أن تسيء الظن بشخص بريء ولا تلتمس له الأعذار. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العلي العظيم. محمد القسوة القائم العدل الإمام المنتظر بشرى وعهد الحق من خير البشر كالشمس خلف سحابة الشوق استتار بشرى وعهد الحق من خير البشر كالشمس خلف سحابة الشوق استتار يا أهل العالم هذا تسبيح الضياء يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء من كربلاء يصوغ ملحمة القيام ليقيم دولته وتتبع الأمم والجراح به الدواء من الألم قوت الفقير وفيض من برأ النساء من كربلاء يصوغ ملحمة القيام ليقيم دولته وتتبع الغمام يا أهل العالم هذا كشف في خفاء يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء
وصف الذين استضعفوا بالوارثين، فالأرض يورثها العباد الصالحين، والعهد فضل لا ناله ظالمين. فضل لا ينال الظالمين. يا أهل العالم هذا للفتح لواء، يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء. يا أهل العالم هذا محراب السماء، يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء، يا أهل العالم هذا محراب السماء، يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا ومستمرين بإتمام حلقتنا لهذا اليوم وفقراتها المتنوعة. وصلنا وإياكم إلى فقرة ذاكرة الأيام، وفي هذه الفقرة نتحدث حول يوم حقوق الإنسان. نحتفل سنويا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول من ديسمبر، إحياء لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. ويتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعا أن نتمتع بها أينما وجدنا في العالم. ويتضمن الإعلان حقوقنا بدون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وقد صاغ الإعلان ممثلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة، وعلى مر السنين تم قبوله كعقد مبرم بين الحكومات وشعوبها، وقبلت به جميع الدول دول الإنسان تقريبا أو جميع الدول. ومنذ ذلك الحين شكل الأساس لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وهو يركز اليوم أيضا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين. ويعد الإعلان المتاح بما يزيد عن 500 لغة الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم. هذا ما يتضمنه يوم حقوق الإنسان. وفعلا أسراء نحتاج في حياتنا أنه شخص يعني يتناول حقوق الإنسان ويدافع عنها، خاصة يعني استوقفتني مسألة المهاجرين
أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الشعوب الأصلية. يعني أكو فئات يعني نقدر نسميها أنه مهمشة في المجتمع، لابد من أنه يطالب بحقها أو أنه تبرز على أنها فئات مهمة في المجتمع. نعم. أكيد، وإحنا إذا أريد نرجع، هو هذا الشيء الله سبحانه وتعالى يعني في محكم كتابه الكريم عندما كرم بني آدم. نعم. على سائر المخلوقات، وكذلك رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف آخى يعني بين المهاجرين والأنصار، وكيف آخى بين السيد وبين العبد، وهذا معروف إن حتى الصغار. نعم. يعرفون هذه القصة. إذن هذا الشيء احنا نعرفه من زمن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، خاصة نبينا الأكرم محمد عندما نشر العدل والمساواة. إذن اليوم هذا الشيء مطلوب، خاصة مثل ما اليوم أنتي ودي تقرين في ذاكرة الأيام، خاصة الفئات الضعيفة، الفئات المعاقة. للأسف الشديد احنا نشاهد في نقول احنا مجتمعنا الحمد لله والشكر يعني مجتمعنا مسلم، الدين الإسلامي ينهى عن هذا الشيء. نلاحظ في مجتمعات أخرى يعني نلاحظ التنمر على الأشخاص المعاقين أو الأشخاص الضعيفين أو الأشخاص. نعم. الفقراء. إذن إحنا كنا بشر وكنا يعني مخلوقين مثل ما نقول من طينة واحدة. إذن يجب أن يكون هناك حقوق للإنسان، ويجب أن يكون هناك عدالة ومساواة لكافة البشر وفي كافة الدول وفي كافة الفئات، سواء كان غني فقير ضعيف معاق. إذن هذا الشيء يجب اليوم احنا نطبقه اول شيء في مجتمعنا. نعم. ان شاء الله، يعني يا ريت دائما انه ننتبه لهذه المعلومات اللي ذكرتيها. ان شاء الله. نعم، مستمرين واياكم بفقرات صباح كربلاء، نتوقف ان شاء الله مع علاء السلامي وموجز الاخبار. شكرا لزميلات في استوديو صباح كربلاء، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز بأهم الأنباء. ضمن جولاته التبليغية المتواصلة إلى القارة السمراء، أجرى مركز أصحاب الكساء عليهم السلام للإرشاد الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة جولات في عدد من القرى والمدن والمدارس الدينية في الكاميرون والنيجر، حيث تضمنت الجولات لقاءات بشخصيات رسمية ودينية ووجهاء في البلدين بهدف إشاعة فكر آل البيت عليهم السلام. محافظة بابل تستقبل وفدا ضم وزراء وسفراء دول عربية وأجنبية إضافة إلى وكيل وزارة الخارجية العراقي، وجاءت الزيارة في إطار التباحث حول تأهيل المدن الأثرية العراقية وتطوير السياحة. مسؤولون طالبوا الحكومة المركزية إلى ضرورة دعم المحافظة للنهوض بواقعها السياحي، لا سيما بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي، حيث أكد معنيون أن هذه الزيارة تعد فرصة مهمة لفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال. جامعة سامراء تولي اهتماما خاصا بالتوعية الثقافية والعلمية للأمراض ومنها مرض سرطان الثدي، حيث أقامت ندوة علمية بحضور أطباء مختصين وجمع غفير من الطلبة للتعريف بطرق التعامل الصحيح معه قبل فوات الأوان، كونه يعتمد الكشف المبكر في مراحل العلاج الأولية. جامعة ديالى تحتفل بتخرج الدفعة 23 من طلبتها بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية، وتضمن الحفل فعاليات متنوعة من ضمنها تكريم الطلبة الأوائل على كلياتهم، فيما طالب المتخرجون بمزيد من الاهتمام وإيجاد فرص عمل في المؤسسات الحكومية. وأخيرا، الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية في العالم تقدم آخر التطورات في مجال تقنيات الغرف والأماكن النقية والمعقمة، وذلك خلال معرض كيلن زون الدولي في مدينة فرانكفورت الألمانية. وعلى هامش المعرض عقدت ندوات ومؤتمرات لتقديم البحوث والدراسات المختصة في هذا المضمار. نهاية الموجز، استقبلوا تحياتي وهذه عودة للزميلات في استوديو صباح كربلاء. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا، وما زلنا مستمرين بحديثنا حول يوم حقوق الإنسان، ونستضيف في حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ ماجد المسعودي،
الحقوقي في حقوق الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ضيفنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لحضراتكم، تحية طيبة لحضراتكم لمشاهدكم الكرام إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أستاذ ماجد، وشكرا على مجيئكم لقناة كربلاء الفضائية. شكرا جزيلا. أستاذ ماجد، تطرقنا اليوم في فقرة ذاكرة الأيام، هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكيف تكون هناك العدالة والمساواة. أريد نعرف من جنابك الكريم الفرق الذي أحدثه الاحتفال بهذا اليوم العالمي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم العاشر من كانون الأول، في هذا اليوم يحتفي جميع دول العالم بهذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا اليوم الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يوم العالمي لحقوق الإنسان. حقيقة هذا الإعلان هو صدر بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية. صدر هذا الإعلان عام 1948. تضمن هذا الإعلان 30 مادة. طبعا كل المواد المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مواد ضمنت الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية. الإنسان يعني أزمة بالدول اللي وقعت أو هذا الإعلان، عدد الدول اللي صوتت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يقارب 193 دولة انضمت إلى هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. طبعا هو التزام غير قانوني، التزام أخلاقي لجميع الدول اللي كانت طرف في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نعم. هذا الإعلان كان تمهيدا لإصدار عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. اكتملت هذه الآلية عام 1966، صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. دخل حيز النفاذ عام 1976، كان بادرة للاهتمام بواقع حقوق الإنسان بشكل عام. نعم، أحسنتم. طيب، ماذا حقق الاهتمام باليوم العالمي لحقوق الإنسان في تغيير العالم اليوم؟ أكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو كان الشرارة الأولى للاهتمام بحقوق الإنسان. اليوم أغلب الدول اللي صادقت وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان شرعت قوانين لاهتمام بهذا الجانب، كون حقوق الإنسان هي حقوق عامة، حقوق شاملة، حقوق غير قابلة للتجزئة. القوانين المعنية بحقوق الإنسان لا تختلف من دولة إلى دولة. هنالك اهتمام أصبح كبير بجانب حقوق الإنسان في الدول المعنية. نعم. طيب أستاذ ماجد، أبرز البنود التي ضمها الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان. نعم ستنا الفاضلة، هو كل المواد اللي موجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كلها مهمة وكلها ذات أهمية في جانب حقوق الإنسان. المادة أولا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحريات، ويعامل بعضهم مع بعض بروح الآخر. اليوم حقوق الإنسان هي حقوق عالمية شاملة غير قابلة للتجزئة، لا يمكن أن نهتم بجانب ونترك جانب. كذلك حق الصحة، حق التعليم، حق النقل، حق السكن، كل هذه الحقوق هي حقوق عالمية وشاملة تمنح لجميع الناس بدون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو التوجه أو العرق. طيب عفوا أستاذ، اليوم من المسؤول عن يعني المطالبة فعليا بحقوق الإنسان في حال هتك هذه الحقوق من قبل بعض الدول؟ اليوم البعض قد لا يعترف أنه فعلا موجودة حقوق الإنسان أو مضمونة، لكون يتعرض الإنسان للكثير من المخاطر، الاعتداءات، لربما يجد أنه ليس لديه تلك الحماية الفعلية له. أكيد الاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها الدول راح تكون ملزمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتشريع القوانين المهمة اللي تتوافق مع شرعية
هذا البلد. اليوم هنالك مؤسسات وطنية معنية بالاهتمام بجانب حقوق الإنسان، ومن هذه المؤسسات الوطنية المفوضية العليا لحقوق الإنسان اللي شكلت استنادا إلى المادة 102 من الدستور العراقي، شرع لها قانون رقم 53 لعام 2008. هذه المفوضية تعمل بشكل حيادي في العراق، خاصة كونها هي هيئة وطنية مستقلة شكلت بموجب القانون رقم 53 لعام 2008. أخذت على عاتقها تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهم أهداف المفوضية العليا هو نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية اللي صادق عليها، كذلك تقييم واقع حقوق الإنسان من خلال إعداد تقرير سنوي يعد إلى الجهات المعنية للانتهاكات اللي يتعرض لها الإنسان في البلد. كذلك لا ننسى دور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، لها دور كبير في مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. نعم أحسنتم. تطبق اليوم فعليا حقوق الإنسان في العراق؟ نعم أكيد، اليوم مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ماخذة دورها، لكن يحتاج إلى تشريع بعض القوانين اللي تهتم بحقوق الإنسان. يعني برأيكم ما هذه القوانين، أو هناك يجب أن تكون رقابة على هذه القوانين وعلى من لا يلتزم بها؟ نعم أكيد، لا يجب أن تشرع هذه القوانين بما تناسب مع شرعية وعادات تقاليد هذا البلد. اليوم نحن لو لاحظتوا هنالك ارتفاع في عدد حالات العنف الأسري، ارتفاع في المتسولين في التقاطعات، ارتفاع بالضبط. هو هذا اللي نتكلم عنه أستاذ، أنه يعني واضح ومنتشر بصورة واضحة هذا الموضوع، بحيث يعني البعض مثل ما ذكرنا أنه يغيب عن ذهنه أنه فعلا حقوق الإنسان موجودة، لكن مثل ما تفضلتوا إن شاء الله تفعل هذه القوانين و تطبق على أرض الواقع وتكون نشطة وفعلية. شكرا جزيلا لكم الأستاذ ماجد المسعودي الحقوقي في حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به. شكرا جزيلا حضراتكم، حياكم الله، حياكم في أمان الله. الله شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الكرام، طبعا بعد ما تعرفنا اليوم عن حقوق الإنسان وكيف اليوم العالم مهتم بهذه الحقوق، احنا خلينا نطبق اول شيء ديننا الحنيف، وخلينا نطبق الاسلام. اذا طبقناه بشكل جيد وبشكل دقيق، فان شاء الله راح تسود العداله والمساواه بين كل الفئات، لا فرق بين لون وفرق بين جنس، وحتى في الدين والمذهب الكل سواسيه. خلونا ناخذ فاصل قصير ثم لنا عودة إلى فقرات صباح كربلاء. عدنا إليكم مجددا، وكما هو ديدان برنامج صباح كربلاء دائما ما يتنوع في فقراته، ومثل ما تحدثنا حول حقوق الإنسان ننتقل إلى موضوع آخر، نهتم بصحتنا وسلامة أجسامنا حتى تقدر تعيننا وتخدمنا في تحقيق ما نريد في هذه الحياة. طبعا إن شاء الله نبدأ وإياكم بالحديث في فقرة نقاش صحي حول التغذية السليمة بعد سن 40، ابقوا معنا. نعم مشاهدينا الكرام، اليوم راح نتحدث عن التغذية الصحيحة اللي تبدي بعد سن 40،
وراح تجيب عن كل هذه الأسئلة أخصائية التغذية من لبنان وضيفتنا الدائمة ملاك الشيخ علي. وأسعد الله صباحك يا ملاك بالخير والعافية. ملاك، أرد أسأل السؤال اليوم، احنا يعني محور نقاش صحي عن الإنسان وتغذيته بعد سن الأربعين. خلي نحكي بصورة عامة، هل يحتاج الإنسان يعني سواء كان رجل أم امرأة إلى تغذية خاصة بعد سن الأربعين؟ نعم، يسعد صباحكم. مثل ما بتعرفوا بعد سن الأربعين ببلش في عنا تغيرات جسدية، يعني بتلاقوا الأشخاص، ونحن حكينا هذا الموضوع من قبل، بصير في عنده بخف الكتلة العضلية، وأكيد نحن عم نحكي عن الرجل والمرأة، بتخف الكتلة العضلية بجسم الشخص، بالإضافة منلاقي كمان بصير في عنده بتزيد نسبة الاسترس عند الأشخاص، لأنه بتعرفوا كل ما زاد بالعمر بصير في عنده ضغوطات نفسية أكثر. منلاقي كمان أيضا تغيرات بالهرمونية عند الرجل والمرأة، هدول كلياتهم حتى مشاكل بالجهاز الهضمي، يعني بتلاقي الأشخاص اللي بعد سن الأربعين بيعانوا من مشكلة الإمساك مثلا على سبيل المثال، هدول كلياتهم بتوصل الشخص أنه تخف عنده عملية الأيض، وبالتالي بيصير في عنده مشكلة بحرق السعرات الحرارية، فبيحتاج لسعرات حرارية أقل. بالإضافة كمان للمشاكل التانية، إذا ما نفوت بالمشاكل الصحية بتلاقوا بيصير أكثر عرضة لمشاكل القلب، لمشاكل السكري، الضغط، السرطان وغيرها. كرمال هيك أكيد لازم الشخص بعد سن الأربعين إن كان رجل أو مرأة ينتبهوا على التغذية، لأنه التغذية السليمة هي اللي بتعملهم وقاية من هذه التغيرات البيولوجية اللي ممكن تصير بعد سن الأربعين. طيب يعني إن شاء الله نتعرف أكثر، وأني ما صبحت عليكم، صباح الخير والعافية عليكم. المواد اللي يحتاجها الشخص بعد سن الأربعين، وهل هناك مواد غذائية لابد أنه يبتعد عنها بحكم عمره؟ نعم، بداية كل الفيتامينات بحاجتها الشخص بعد سن الأربعين، لكن إذا ما نفوت شوي بالتفصيل ملاقي مثلا مثل الفيتامين B12 اللي هو كتير مهم للجهاز العصبي، فبالتالي الفيتامين B12 ملاقيه أكتر شيء باللحوم. الكالسيوم اللي هي مثل ما قلنا أنه هو عرض الشخص كمان لهشاشة العظام، فالكالسيوم جدا مهم، بناخده منلاقيه بالبيض، بالحليب ومشتقاته. ما ننتبه يكون الحليب ومشتقاته خالي من الدسم، لأنه نحن كمان حكينا بالسابق أنه الكامل الدسم بيكون بقلبه كوليسترول، وبما أنه بعد سن الأربعين بيكون معرض أكتر لأمراض القلب، فما ننتبه أنه ياخد الحليب ومشتقاته اللي بتجي خالي من الدسم ليحصل على الكالسيوم. ايضا بنلاقي مثلا مثل فيتامين دي جدا مهم، فيتامين دي كمان لهشاشه العظم، لامراض القلب وغيرها، امراض الكبد. الفيتامين دي عاده بنلاقيه نحن مصدره هو الشمس، بنلاقيه كمان بكميه جدا قليله بالطعام مثل البيض وزيت السمك وغيرها، فلكرمال هيك الافضل عاده الفيتامين دي ناخده كمتمم غذائي، يعني كدواء. ايضا كمان فينا نعتمد على المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هن خاصهم بضغط الدم، لانه بيكون جدا معرض الشخص بعد سن الأربعين للاصابه بالضغط، فكرمال هيك كمان لازم ننتبه او بالاحرى ناخذ هيدول المغنيسيوم والبوتاسيوم، وعاده مثلا المغنيسيوم بنلاقيهم بالموز، بالكاكاو وغيرها. كمان الاوميجا 3 جدا مهم كرمال مشكله النسيان، وبتعرفوا كمان يكون الشخص يصير عنده ألزهايمر، فكمان أنا ننتبه ناخد الأوميجا 3. هلأ الطعام اللي نحنا لازم يمتنع عنه بعد هيدا العمر، كل شيء اللي ممكن يسبب الأمراض نحنا لازم نبعد عنه، يعني نبلش بالملح اللي هو الأساس لأمراض الضغط، فقد ما في الشخص يبعد على الملح ياخده المعلبات اللي هي بتكون جدا عالية بنسبة الملح. ايضا الدهون المشبعه كمان، لانه هي بصير عرضه لامراض القلب، كمان الدهون المشبعه لازم بعد عنهم. اللحوم المصنعه اللي بنلاقيهم بالسجق مثلا، بالمقانق وغيرها، كمان قد ما فينا نبعد عنهم، لانه جدا بتعمل كوليسترول وبنروح بمشاكل وامراض القلب والضغط. كمان عنا الحلويات، لانه مثل ما بتعرفوا معرض لامراض السكري. نعم. فكمان بعد قد ما فينا عن الحلويات اللي موجوده بالكيك، بالكوكيز وغيرها. طيب ملاك، بالنسبة لخسارة الوزن بعد هذا العمر، يعني إذا أريد نتطرق، تعرفين أنت هواي من الأشخاص يحبون الصحة والجمال والرشاقة، فيتمنون دائما ويعملون الدايت لخسارة الوزن. إذا أريد نتحدث عن الأمور
اللي يحتاجها الإنسان بعد هذا العمر لخسارة الوزن، ماذا تجيب ملاك؟ نعم نعم، بداية لازم ننتبه لشغلة كتير مهمة، انه قد ما فيهم هيدول الاشخاص لما بدهم يعملوا نظام غذائي يكون نظام صحي متكامل، يعني بقلبه جميع العناصر الغذائية، لا يعني بده يكون بقلبه الكربوهيدرات البروتين وخاصة البروتين، لانه قلنا البروتين هو اساس لبناء العضل، يعني وبالتالي لانه بعد سن الاربعين ببلش نخسر العضل فنحن بحاجة للبروتين تناخد، وايضا للدهون، ونجرب قد ما فينا نروح صوب الدهون الصحية، يعني بعد عن اللي من شوي حكينا انه الدهون اللي بتجي المشبعة نروح صوب الدهون الصحية الموجودة بالافوكا بزيت الزيتون بالمكسرات النية، جدا مهمة. فالنظام الغذائي الصحي المتكامل هو الاساس، يعني بنحسب السعرات الحرارية اللي كمان حكينا عنهم بالحلقة الماضية وبنقص منهم 500 سعرة ل 500 طيب. سعرة، هذا بيكون هو النظام الصحي الاساسي. طيب فقط ملاك ذكرتي المكسرات النية، طيب احنا المعتاد عليها نعم. واللي نشتري المكسرات المحمصة، يعني اكو فرق بيناتها؟ ايه مرات بتكون المكسرات المحمصة من زاد لزيت، يعني بتنقلها بالاضافة بتكون مالحة، يعني بنلاقي كمان ملح، فالمكسرات النية هي بتجي الافضل، يعني بنكون احنا بس عم ناخد منها الدهون الصحية بدون اضافات زيادة اللي ممكن تأذي الشخص. هذه هي الفكرة الهيدا. هلأ تاني الشغلة كمان لازم نحن ننتبه خلال خسارة الوزن انه ممارسة الرياضة، يعني الشخص فوق سن الاربعين مش معناته انا خلص يلا انه ما عاد إلي خلق روح مارس الرياضة، لا جدا مهمة ممارسة الرياضة. طيب لازم يضلوا باستمرار. ست ملك بعض الاشخاص مثلا ممكن يقول انه انا عندي مشاكل بالمفاصل او بالظهر فاني ما اقدر العب رياضة لان هذا يأثر علي، شنو البديل؟ ممكن اكو بديل عن الرياضة، حركة مثلا خفيفة معتدلة؟ مية بالمية، لا هيدي كلياتهم من سميع، حتى لو الحركة خفيفة معناتها رياضة، بس بيفرق نوعية الرياضة. مهم يعني أني أمشي مثلا رياضة بالضبط، يعني في عنا المشي الخفيف اللي هو جدا مفيد، يعني لأنه بس لشغلة، يعني هي مش بس لخسارة الوزن، يعني نحن عم نحكي كمان على الصحة، يعني شخص صحة القلب جدا، القلب بحاجة للرياضة، كل ما كمان الواحد زاد بالعمر كل ما هو بحاجة لرياضة أكثر ليحافظ على صحة القلب وغيره، صحة الجسد بشكل عام، صحة الراحة النفسية هي كتير مهمة، حتى الذاكرة كمان لما الواحد يمارس رياضة، صحة الدماغ هي بحاجتها كمان رياضة. بس لكن كل شخص حسب مشكلته الصحية اللي موجودة عنده رياضة خاصة لإله، يعني هون هي مننتبه. حتى شرب المي جدا مهم، وخاصة دايما لازم يضلوا الجسم رطب، لأنه الدماغ لازم يضلوا رطب كرمال قصة مشكلة الزهايمر. الزهايمر هو بيجي من النشفين، لما الواحد ما يشرب كتير مي أو هيدا بيصير بيعاني من هيدي الأمراض، فكمان هيك لازم نحن ننتبه لشرب المياه. أحسنتي. إذن من لبنان العزيزة ملاك الشيخ علي أخصائية التغذية، حقيقة كنت ضيفة كريمة علينا، شكرا لهذه المعلومات القيمة. شكرا لكم، وسلامي إلى كل أخوتنا هناك، في أمان الله. شكرا جزيلا لكم ملاك، في أمان الله. شكرا لكم. إذن مشاهدين الكرام، احنا مثل ما نقول الإنسان، غلط هذه المقولة، يزهر بعمر ويشيخ بعمر، الإنسان مستمر دائما ويعطي الطاقة ويعطي الجمال ما طول يحافظ على صحته وعلى جماله، والأهم من هذا كله يبتعد عن المشاكل وعن الطاقة السلبية. إذن خلونا نبتعد عن أي طاقة سلبية معكرة مزاجكم. شنو رأيكم نذهب لسويسرا ثم لنا عودة؟ Thank you.
حياكم الله مجددا مشاهدينا، وما زلنا ان شاء الله بفقراتنا المتنوعه. وصلنا الى فقره بالعافيه مع الشيف اكرم عفان اللي تعودنا على اطباقه المميزه والمتنوعه. خلينا ان شاء الله اليوم نتعرف على المحموس السعودي وكيفيه تحضيره حتى نجرب هذه الوجبه اليوم بفتره الغداء او العشاء حسب ما تحبون. ابقوا ويانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فقرة بالعافية. طبقنا اليوم المحموس السعودي. مكونات طبق المحموس السعودي: دجاج، نص دجاجة عندنا، وزن 600 غرام، البهار كركم نوم بصرة، بابريكا حارة، كمون، ماجي دجاج، وفلفل أسود. عندنا هنا نوم بصرة عدل 2 حبة، دارسين حبة واحدة، قرنفل 4 حبات، هيل 4 حبات، 2 ورق الغار. طبعا زيت هنا اقل الكوب، ملح حسب الرغبه، سوب الدجاج لان احنا سلقناه مسبقا الدجاج لاجل السرعه، بصل 250 غرام، وتمن نص استواء. راح نبدا بتحضير الطبق. عندنا زيت نضيفه، أول شغلة بتحضير طبق المحموس هو البصل. طرق هواي للمحموس السعودي، البعض ما يسوي بالزيت، البعض يكرمل البصل بالماء، وطريقة مطولة، بس أنا حبيت أقدم لكم إياها بطريقة سريعة إن شاء الله تنال إعجابكم. نظل نحمس البصل إلى أن يصير لونه مقارب للسواد، مو محروق ولكن مقارب للسواد. راح نظل مستمرين بحمس البصل إلى أن يستوي، ونرجع لكم أعزائنا المشاهدين. أعزائنا المشاهدين، مثل ما تشوفون صار البصل مكرمل زايد قريب للسواد. هي أهم فقرة إنه البصل لازم يكون بهالطريقة هاي على مود يكون لون التمن جوزي مائل للأسود. راح نضيف آخر شيء بعد ما نحمس البصل، نضيف البهار العدل. هم نحمسه وياه. عادة هذا الطبق يسووه أهل القطيف في شهر محرم الحرام، احنا نسوي القيمة هم يشتهرون بهذا الطبق. طبق له نكهته الخاصة وإلى طرق هواي طبعا، بس هي بالمحصلة انه الناتج واحد. طبعا اكو البعض يسوي بدجاج، اكو البعض يسوي بلحم. احنا اليوم ارتئينا ان نسويه بالدجاج. دجاج مستوي سابقا،
بس ياخذ تقليبه واحده ويا البصل. هذا ياخذ البصل اذا بالطريقه اللي هي بدون زيت ياخذ وقت كلش طويل. اذا يتكرمل البصل بدون زيت ياخذ وقت طويل، فاحنا طريقتنا هاي راح يكون وقت اقل، وان شاء الله يعجبكم، العفو تعجبكم الطريقه. نضيف البهار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اختلاف الاطباق المتعارف عليها اعزائنا المشاهدين في شهر رمضان يسوي فجو جميل للسفره الرمضانيه. راح نضيف المي الدجاج. أعزائنا المشاهدين ننتظر المي يغلي وتتجانس كل المكونات ونرجع لكم إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين كل المكونات هسه باعتبارها أخذت النكهة صارت موحدة، راح نضيف آخر شيء التمن وقبل الملح حسب الرغبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف التمن اللي هو نص استاو نص مستوي. بسم الله. نظل نقلب التمن بين المكونات الموجودة. البعض يطلع الدجاج من التمن، أو اللحم إذا كان باللحم هم يطلعوه، احنا راح نخليه وياه بحيث يكون سوى هو ويتهدرن سوى تصير نكهة أفضل. طبقنا صار جاهز بس يقل للتهدير، 10 دقائق ربع ساعة، كل ما يتهدر أكثر كل ما أحسن، فننتظر يخلص تهدير الطبق وإن شاء الله نقدم لكم إياه. أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم بعد ما تهدر التمن مثل ما تشوفون. راح نبدي نصب التمن. هنا مجهزين ليمون للقارنش. أعزائنا المشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية الفقرة، فقرة بالعافية، وهي تجهيز طبق المحموس السعودي. إن شاء الله نال إعجابكم، وألف صحة وألف عافية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونشكر الشيف أكرم عفان على طريقة المحموس السعودي، لكن أنا رأيي وما عرف تتفقون وياي لو لا، الأكل العراقي إلى نكهة ومذاق خاص. مشاهدينا الكرام، طبعا انتهت الساعة الأولى من صباح كربلاء، وكانت ساعة غنية بالمعلومات القيمة اللي إن شاء الله نالت بالمتعة والفائدة لكم. أكيد على رأس الساعة الثانية هذا الوقت يجمعنا مع زملائنا في النشرة الجوية،
وراح نتعرف إن شاء الله اليوم على درجات الحرارة في كربلاء المقدسة وعموم محافظات عراقنا الحبيب. واليوم ويانا مصطفى ستار، وأسعد الله صباحك يا مصطفى. مصطفى تتفق وياي الأكل العراقي لا يعلى عليه؟ صباح الخير والعافية مصطفى. أسعد الله صباحكم زميلاتي إسراء وليلى ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. بالتأكيد ست إسراء، موضوع الأكل العراقي موضوع شائك وأيضا متشعب، يعني باعتبار هنالك من بس أنا أعتبرها عنصرية، سيزعلون علينا. مو عنصرية، هاي اتفاق بجميع البلدان، يعني احنا دائما نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي يمتحون بأكلنا. لا طبعا لا يعني ان شاء الله ما يزعلون. كل يعني موضوع اكو اكلات، يعني خاصه اكو اكلات يعني مثل الباقله والدهن والباتشه وما شابه ذلك، قليل من الشعوب يعني تعملها بالطريقه اللي يعملها يعني هنا ابناء شعبنا. صحيح. العراق، ولا سيما موضوع الباتشه، يعني انا اكلت اكثر من بلد. نعم. مستحيل يعني طعمها، بس احنا اطعمتنا مليانه سعرات حراريه، يعني زيد الوزن زايده. لا الباكيه بدون خبز ما بيها سعرات حراريه، بيها دهن طبيعي. طيب مثل ما قلت الموضوع عن الاكلات العراقيه شائك ومتشعب، والحديث يطول عن هذا الموضوع، خلينا نرجع الى حديثنا الاصلي وعلى درجات الحراره، فراح اترك الحديث لك يا مصطفى. شكرا زميلاتي، راح نتحدث اكثر وتفاصيل اكثر عن حاله الطقس، لكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي المشاهدين أينما كنتم، بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية التي تأتيكم حصرا لبرنامج صباح كربلاء. البداية كالعادة نبدأها بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنواء الجوية ورز الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد اليوم السبت 10 من كانون الأول ديسمبر. نبدأ من المنطقة الوسطى، الطقس فيها صحوا مع بعض الغيوم، كما تشكل الضباب صباحا في بعض الأماكن وأيضا يزول بشكل تدريجي. درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما فيما يخص الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة. مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الضباب من 2 إلى 4 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية الطقس فيها صحوا مع بعض الغيوم، ويتشكل الضباب صباحا في بعض الأماكن، أيضا يزول بشكل تدريجي. درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة. مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الضباب من 2 إلى 4 كيلومتر. أخيرا المنطقة الجنوبية الطقس فيها صحوا أيضا مع بعض القطع من الغيوم، وتشكل الضباب أيضا صباحا في بعض الأماكن، وأيضا يزول بشكل تدريجي مع مرور الزمن. درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما فيما يخص الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة. مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الضباب من 2 إلى 4 كيلومتر. أما المتنبئ الجوي حسين الأسدي يكتب: لا تزال أجواء البلاد خريفية، خصوصا مناطق وسط وجنوب البلاد، رغم اقترابنا من فصل الشتاء بشكل فلكي، ومتوقع أيضا مزيد من انخفاض في درجات الحرارة في الأيام القادمة، لتسجل ما يقرب 20 درجة في النهار وأقل من 10 درجات في المساء، بينما تسجل مناطق الشمال والمنطقة الغربية درجات حرارة تتراوح ما بين 14 إلى 17 درجة في النهار، والصغرى ما بين 5 إلى 7 درجة مئوية فقط، ومرتفعات الشمال تسجل في النهار 10 درجات وفي المساء تسجل 0 درجة مئوية، وحتى الآن لا توجد مؤشرات عن قدوم موجة برد شديدة. أما فيما يخص الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات في مناطق وسط وجنوب البلاد. أما فيما يخص الأمطار، هنالك حالة جوية ممطرة تبدأ في منتصف هذا الأسبوع القادم، تحديدا ربما في الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، تتركز في مدن الشمال وبشكل أقل في باقي المناطق. أيضا سوف يكون دخول في هذه التفاصيل إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. أما درجات الحرارة للعاصمة بغداد وباقي المحافظات فهي كالتالي:
نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد. كما تلاحظون أجواء غائمة جزئيا في بغداد، درجات الحرارة ما بين 10 صغرى وعظمى ستصل إلى 21 فقط. أما في البصرة جنوبا هنالك أيضا كما تلاحظون الأجواء الغائمة جزئيا ودرجات الحرارة ما بين صغرى 16 وعظمى 23 درجة مئوية. في شمالنا الحبيب بالتحديد في أربيل أيضا أجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة ما بين صغرى 10 وعظمى 17 فقط. أيضا محافظتنا المقدسة كربلاء كما تلاحظون وذكرنا أيضا بعض القطع من الغيوم، درجات الحرارة ما بين صغرى 12 وعظمى 21 بإذن الله تعالى. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة بالتحديد في ذي قار جنوبا، أيضا أجواء غائمة جزئيا، الصغرى 13 والعظمى 23 بحسب المختصين. أيضا في شمالنا الحبيب بالتحديد في السليمانية، درجات الحرارة التي رصدت 9 درجات مئوية، الصغرى والعظمى ستصل بإذن الله تعالى إلى 15، والأجواء أيضا غائمة جزئيا في السليمانية حيث الشمال. أما في محافظات الفرات الأوسط بالتحديد في بابل أيضا أجواء غائمة جزئيا، الصغرى 12 والعظمى ستسجل 21 درجة مئوية. أيضا ننتقل سادتي المشاهدين إلى جنوبنا الحبيب بالتحديد في ميسان، أيضا كما تلاحظون الغيوم ودرجات الحرارة الصغرى 13 والعظمى ستصل إلى 22 فقط. أيضا ننتقل إلى الشمال من جديد في دهوك تحديدا هنالك والأجواء الباردة 9 درجات صغرى والعظمى 18 والأجواء غائمة جزئيا. أيضا ننتقل إلى غرب العراق بالتحديد في محافظة الأنبار الحبيبة، أيضا أجواء غائمة جزئيا، الصغرى سجلت 10 والعظمى ستسجل بإذن الله تعالى 20 فقط مئوية. أيضا بالعودة إلى محافظات الفرات الأوسط بالتحديد في النجف الأشرف لا تختلف كثيرا الأجواء، فهي غائمة جزئيا، الصغرى سجلت 12 والعظمى ستسجل بإذن الله تعالى 22 درجة مئوية. أيضا في الديوانية أيضا أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة التي رصدت ما بين 12 صغرى وعظمى ستصل إلى 23 مئوية. أيضا بالعودة إلى شمالنا الحبيب بالتحديد في محافظة الموصل، درجات الحرارة التي رصدت ما بين صغرى 9 وعظمى ستصل إلى 19 درجة، والأجواء أيضا غائمة جزئيا في الموصل. في محافظة ديالى الحبيبة كما تلاحظون ودرجات الحرارة التي رصدت وسجلت هذا اليوم صغرى 8 وعظمى 21 وأيضا بعض القطع من الغيوم كما تلاحظون في الأجواء. أيضا في واسط الحبيبة أيضا أجواء مقاربة لديالى 11 صغرى وعظمى 22 والطقس غائم جزئي أيضا في واسط. أما في صلاح الدين أيضا كما تلاحظون درجات الحرارة التي رصدت 8 صغرى وعظمى ستصل إلى 20 وأيضا الطقس غائم جزئي. أخيرا في محافظة المثنى الحبيبة، درجات الحرارة التي رصدت لهذا اليوم بحسب المختصين 12 صغرى وعظمى 23 وأيضا الطقس سيكون غائم جزئي هنالك في المثنى. هذا ما رصدناه سادتي المشاهدين من درجات حرارة ومعلومات عن الطقس سواء في العاصمة بغداد أو باقي المحافظات العراقية. أيضا لمعرفة درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم المجاورة لعراقنا الحبيب نبدأ كالعادة من مشهد المقدسة. كما تلاحظون الأجواء الباردة جدا في مشهد، 4 درجات تحت الصفر الصغرى والعظمى 5 درجات، ورغم هذا الأجواء مشمسة في مشهد. في المدينة المنورة تختلف جذريا الأجواء، هنالك 30 درجة أو قرابة ال 30 درجة العظمى والصغرى 21 والأجواء مشمسة هنالك في السعودية. أيضا في الكويت أيضا أجواء باردة وممطرة غائمة تماما، أجواء شتوية، الصغرى 17 والعظمى ستصل إلى 20 درجة مئوية واستمرار هطول الأمطار في الكويت. أيضا ننتقل إلى العاصمة السورية دمشق حيث الأجواء المشمسة ودرجات الحرارة المنخفضة 6 صغرى وعظمى ستصل بإذن الله تعالى إلى 17 فقط.
ما العاصمة الأردنية عمان، هنالك أيضا أجواء باردة، الصغرى 6 والعظمى 16 والأجواء غائمة جزئيا هنالك. أخيرا في إسطنبول التركية نلاحظ ماذا سجلت هنالك، أيضا درجات الحرارة كما تلاحظون والأجواء الغائمة جزئيا، الصغرى سجلت 13 والعظمى ستسجل بإذن الله تعالى إلى 17 درجة مئوية. هذا ما رصدناه سادتي المشاهدين أيضا من درجات حرارة صغرى وعظمى لبعض المدن والعواصم المجاورة لعراقنا الحبيب. أما درجات الحرارة في بعض الدول الإقليمية نبدأ كالعادة من عاصمة الضباب لندن، كما تلاحظون الأجواء الباردة جدا، صفر مئوية الصغرى والعظمى 8 فقط والأجواء غائمة جزئيا في لندن. العاصمة الألمانية برلين أيضا كما تلاحظون استمرار هطول الأمطار، أجواء غائمة جزئيا، الصغرى درجتين والعظمى ستصل إلى 3 درجات فقط، أجواء باردة هنالك. أيضا ستوكهولم تستمر الأجواء الباردة هنالك، 7 درجات تحت الصفر الصغرى ودرجتين تحت الصفر العظمى، والأجواء رغم هذا ستكون مشمسة في السويد. أما في كوبنهاغن في الدنمارك هنالك أيضا الأجواء باردة، 0 مئوية الصغرى والعظمى ستصل بإذن الله تعالى إلى 3 درجات والأجواء غائمة تماما هنالك. أخيرا في العاصمة الفرنسية باريس أيضا أجواء باردة في باريس، درجة تحت الصفر الصغرى والعظمى ستسجل 5 درجات فقط والأجواء غائمة تماما هنالك. هذا كل ما رصدناه سادتي المشاهدين من معلومات عن الطقس ودرجات الحرارة سواء في العراق أو بعض المدن المجاورة لعراقنا الحبيب وكذلك بعض العواصم والدول الإقليمية. إن شاء الله نلتقي غدا عند 10 صباحا، هذه عودة للزميلات إسراء وليلى لتكملة باقي فقرات البرنامج. إلى الملتقى. حياكم الله مجددا مشاهدينا، وان شاء الله بعد هذا يعني بعد هذه النشره اكيد جزيل الشكر للزميل مصطفى ستار لما وضح لنا من درجات الحراره. وصلنا وياكم الى تقريرنا، تقرير الخلايا الشمسيه وكيف فعلت العتبات المقدسه العتبه الحسينيه والعباسيه في مشاريعها في ابنيتها، كذلك مشروع الخلايا الشمسيه وكيف هذا المشروع نجح وبامتياز. ان شاء الله نتابع هذا التقرير ونشوف تفاصيل اكثر بقويانا. بهدف التشجيع على استخدام الطاقة النظيفة والعمل على ترشيد الاستهلاك، شريعة الكوادر الهندسية والفنية في مجموعة قنوات كربلاء الفضائية بنصب منظومة الطاقة الشمسية كأول قسم من أقسام العتبة الحسينية المقدسة ليصار إلى تعميم التجربة إلى بقية الأقسام بعد حسابات الجدوى والأهداف المترتبة. قامت مجموعة قنوات كربلاء الفضائية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بأهم المشاريع الموجودة في الوقت الحاضر بإنشاء الألواح الشمسية، وهاي الألواح الشمسية ستساعد على توفير الطاقة الكهربائية من حيث الطاقة الوطنية التابعة للدولة والطاقة المولدات الخارجية. وقامت مجموعة قنوات كربلاء الفضائية باستنفار جميع طاقاتها من قسم الكهرباء وقسم الديكور وقسم المركبات وقسم الصيانة بإنشاء أول مرحلة بالواح الكونكريتية من بالتعاون مع الشركة المنفذة. تصاميم دقيقة استعملت ليكون العمل وفق خرائط متسلسلة، الهدف منها أن يكون العمل نظامياً يستوفي الفائدة المتحققة من المشروع. بالتصميم خاص للألواح الشمسية وذلك لتوفير الطاقة النظيفة والتقليل من تكاليف الكهرباء الوطنية والمولدات. الآن تم تنصيب
تم تنصيب الالواح الشمسيه بالتعامل مع وحده الكهرباء ووحده الديكور ووحده صيانه وشعبه المركبات. والمرحله الاولى كانت بتنصيب الكونكريت الخاص بالالواح الشمسيه، والمرحله الثانيه تم تنصيب الالواح الشمسيه وبسعه 15000 واط، وذلك تحت حسابات خاصة للكهرباء اللي راح توفرها لأول بناية لبناية الإدارة بالمرحلة التجريبية لهذا المشروع. وإن شاء الله لا نجح المشروع راح نكون من أول الأقسام العتبة الحسينية في المبادرة بهذا المشروع لتقليل التكلفة المالية للكهرباء الوطنية. لقناة كربلاء الفضائية جلال طالب، كربلاء المقدسة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وشكرا للزميل جلال طالب على هذا التقرير اللي من خلاله وضح لنا كيف اليوم قناة كربلاء الفضائية تدخل الطاقة الشمسية كمصدر بديل لها. طبعا وصلنا وإياكم إلى مسك ختام فقرات حلقة هذا اليوم، ودائما احنا نقول أكيد لا يحلو الختام إلا معكم ومع تعليقاتكم اللي تنير الصفحة الرسمية. موضوع جدا مهم نشرناه على موقع قناة كربلاء الفضائية بخصوص كيف تمنع طفلك من نقل الكلام ونشر خصوصية المنزل. طبعا هذا الموضوع جدا مهم وجدا ضروري اليوم يصير عندنا ثقافة، وللأسف الشديد نلاحظ بعض الأطفال ينقلون الأسرار، مثل ما نقول أسرار البيت. احنا البيت إلى حرمة، يعني مثل قبل أهلنا يقولون البيت إلى حرمة والبيت إلى خصوصية، من تطلع من البيت أي شيء يخص البيت يجب ألا تنقله. للطامة الكبرى اليوم مو فقط الطفل ينقل هذه الأشياء سواء إذا كان للأقارب أو للأصدقاء، للأسف والطامة الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون خصوصيات المنزل وكل ما يدور في المنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شيء غلط جدا. يجب أن تكون هناك دراية بهذا الموضوع وكيف نمنع أطفالنا من نقل الكلام، وجائز من خلال هذه الأشياء طفل ينقل كلام سواء الأقارب سواء الببيتة سواء الجدة، وتصير مشكلة كبيرة وتؤدي أيضا أحيانا إلى الطلاق. صدقوني يعني مدى بالغ بهذا الكلام، كثير من حالات الطلاق سببها نقل كلام الأطفال من لسان إلى لسان وتكبر المشكلة. خلونا نشوف آراءكم وتعليقاتكم بهذا الخصوص. طبعا تعليق عندنا كثير من التعليقات اليوم تصلي على محمد وآل محمد وتباركنا على هذا البرنامج، ويقولون برنامج ممتع وبرنامج مفيد، شكرا لكم. نعم. كاظم الموسوي يقول من خلال التعلم من قبل الأهل تعليم الأطفال بخصوصية الكلام داخل المنزل وعدم نقله خارج المنزل. أم علي تقول بتعليمهم أن خصوصية المنزل خاصة بأفراد العائلة، وكذلك عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أي شيء يخص العائلة. شكرا جزيلا. نعم أحسنتي. عبد الزهرة يقول نقول للطفل أن الله يعاقب كل من ينقل الكلام ويضعه في النار، ونقل الكلام له مضار ويعتبر ناقل الكلام نمام، والنمام لا يدخل الجنة. أحب أعلق على هذا الموضوع أنه إحنا لا نخوف الأطفال بأن الله سبحانه وتعالى ويلقي الأشخاص بالنار وما إلى ذلك، وحبب الطفل بجانب الرحمة الإلهية. صح. أن الله سبحانه وتعالى سوف يكافئك بأن الناس تحبك، بأن الناس تكون قريبة منك، بأنه سيغدق عليك بالعطايا. صحيح. وبالرزق منه إذا ما أنت أطعته، ومن أسباب الطاعة هي أن لا تنقل الكلام. مسألة تخويف الأطفال وترهيبهم راح يصير عندهم رد فعل بأن الله يعني يصور لهم في ذهنهم أن الله سبحانه وتعالى يعاقب فقط وأنه مخيف، ونحن لا نريد أن نخوف الطفل من الله بقدر ما نريد أن نحببه بالله سبحانه وتعالى حتى يكون قريب منا. فأسلوب الثواب يكون أجزى من أسلوب العقاب في هذه المسألة. وبالتالي شكرا لتعليقكم.
أيضا أبو أحمد نعم قثني على البرنامج، شكرا جزيلا لكم. أيضا كاظم الموسوي يقول من خلال التعلم من قبل الأهل تعليم الأطفال بخصوصية الكلام داخل المنزل وعدم نقله خارج المنزل. بالضبط، أنا دائما أوصي الأطفال باستمرار، أوصيهم أنه إذا ما صار أي حدث بالمنزل يبقى في المنزل من دون أن يحكي. وإذا سأله، أكو بعض الأشخاص الأقارب والأصدقاء عندهم فضول، يعني إذا الأم أو الأب ما حكوا يبدي يسأل الأطفال أنه شنو صار بالبيت، شنو البارحة سويتوا، شنو البارحة كنتوا، منو إجاكم. هذا الفضول أيضا أنا أنصح الطفل به أنه ما تجاوبهم، والأفضل أنه يقول ما أدري. أكيد، لأنه فعلا هو الطفل يعني ما يدري، هو عالم خاص يلعب متونس، أنا أجي أدخل بهيك أمور. صحيح، يعني الأفضل أنه هؤلاء الأشخاص حتى أنه أبعدهم عن حياتي، بما أنه هذا الفضول واصل لهالمرحلة ممكن أنه يخرب حتى علاقتي في داخل المنزل. كربلاء جنتي تصلي على محمد وآل محمد، تقول من هو الطفل صغير لازم نعلمهم نقل الكلام عيب وحرام، وخصوصيات المنزل لازم ما نحكيها قدام الضيوف، ولازم نفهمهم أن بعض نقل الكلام تصير المشاكل. أما عبد الزهرة يقول نقول للطفل إن الله تفضلتي بيها ليلى. أيضا عندنا تعليق من سفينة النت جات، السلام عليكم، أولا إن الأبناء تصلح بصلاح آبائها، ومن هذا الأساس من خلال التعليم من كلا الأبوين بإعطاء الطفل بعض الأسرار البسيطة الهادفة وإخباره بعدم إفشائها مرة، وأيضا تكافئه إذا حفظ السر. الخطوة الثالثة يجب أن يعلم الطفل التمييز بين ما هو السر لا يجب ولا يجوز أن يفشى هذا السر، وبين الأخطاء التي تقع من قبل الأخوة في الدار التي يجب أن يخبر أبويه عنها، والتمييز بينها وبين أسرار أخوته، ودعاء الأبوين بأن يصلح ذريتهم ويجعلهم أبرارا الأتقياء، والله ولي التوفيق. يعني إحنا صحيح كلامكم جدا عجبني وكلامكم جميل، بس إحنا بدنا نتحدث اليوم عن نقل الكلام خارج المنزل. يعني مثل ما عرفنا أخونا وأختنا داخل المنزل، يعني إذا كان أخ صغير مثل ما نقول يفتن على أخوته الكبار، نعم. هذا الشيء هم غلط، لكن بعض الأشياء يجب أن تكون الأم على دراية بها. يعني إذا لاحظ الأخ الصغير بعض الأخطاء من الأخوة الكبار يجب أن تخبر بها الأم والأب، وإلا تكون مثل ما نقول على عماها وتصير مشاكل أكبر وأكبر. أحيانا هو الطفل يعني مو من باب الفتنة، يعني هو على هي على مرات من باب الفتنة، أو من مرات تعرفين أنت مثل ما نقول الأطفال الأخوة غير متوالمين. أحسنتي، من باب على مود أخوه الكبير ينضروا بأخوه، بس شوفي هي راح تصير إنقاذ إله. صحيح، هنا نعم. شلون أعالج المسألة؟ ما أبين للطفل أنه أني فرحانة لأن قال لي الخبر، أنا راح أعالج المسألة صح. من جهة، لكن أمام الطفل أقول أنت مالك دخل بأخوك، وهذا الشيء أني أشوفه وأني أتصرف به، وبعد لا تنقل الكلام، لكن أيضا أروح أحاسب الخطأ أو أروح أعالج الخطأ، ما أنه أتغاضى عنه، لكن أمامه ما أحاسب الكبير حتى لا يتعلم أنه هو عنده سلطة، أو هذا الصغير إلى سلطة على الكبير ويستطيع أنه يخرب عليه أو أنه يؤذيه. صحيح، نعم. صحيح. هناك أيضا تعليق من صادق منتظر يقول أحسنتم، موضوع مهم جدا، من أجل التخلص من عادة نقل الكلام عند الأطفال على الأهل استخدام أسلوب مختلف واتجاهات مختلفة، وأهمها التالي التوجيه على الأم، توجيه الطفل باستخدام كلمة الخصوصية وتوضيح معنى الخصوصية له بأن ما يدور داخل المنزل يخص المنزل فقط من كلام وأحداث وغيره، ولا يجب أن يعلم به أحد من خارج المنزل حتى لو كانوا أقارب أو أصدقاء مقربين. ومع التشديد على الأمر والاستمرار بالحديث عنه سيدرك الطفل مدى أهمية ذلك ولن يعاود تكرارها. وأيضا يذكر موضوع العقاب، أنه استخدام طرق مختلفة للعقاب، وأيضا رقابة، وأيضا الالتزام، وكثير من النقاط ذكرها الأخ صادق منتظر. إذا تحبون تطلعون على التعليق على صفحة قناة كربلاء الفضائية لكون التعليق مطول، وأكيد إحنا نريد نختصر لأنه شارف أو انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم. الله يبارك بيك. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجولة الممتعة بين فقرات حلقة هذا اليوم انتهت هذه الحلقة، وإن شاء الله حلقة نالت بالمتعة والفائدة، وكنا أنا وليلى خفيفين الظل عليكم.
قبل الختام إن شاء الله لمن فاتته مشاهدة هذه الحلقة يمكنه مشاهدتها إن شاء الله على الموقع الإلكتروني لقناة كربلاء الفضائية اللي ظهر أسفل الشاشة. وأي مشاركة من حضراتكم وتكون مشاركة جميلة ومفيدة للباقين أيضا نستقبلها عن طريق رقم الهاتف الموجود أسفل الشاشة. وقبل الختام أقول لا تفتح فمك إلا بالخير واغلقه عن عيوب الناس وعن النميمة وعن الغيبة، فلا يجازى الناس إلا بحصائد ألسنتهم. انتهت حلقتنا، وإن شاء الله حلقة الغد أيضا تكون ملؤها المتعة والفائدة. إلى ذلك الحين نقول لكم في أمان الله وحفظه.